انت بتفهم بالسياسة ما اكثر مني. بفهم، عم بسألك، أنا ما بفهم بالتاريخ. انا ما بعرف في السياسة خلاص بطلت احكي. بس ليش عن جد تتب؟ بكتبوا بقولوا ما بدنا نخلوا آثار تدل انه هذه بلد اسلامي، بدهم يخلصوا كل شيء يدل على الاسلام. طلعنا من الاحتلال من نابلس. امتى؟ طلعنا بال 68، رحنا على بيروت، ومنها بتمينا ل 72، فكرنا انه نيجي لعمان نستقر، لانه عمان قريبه ومعظم اهلياتنا واصحابنا في عمان. واسعد راعى كندا يساوي الدكتوراه على كالجاري، وبانا صارت بوردر في المدرسه داخلي. ولأجينا على عمان فكرنا انه اشتغل، سكننا في البيت، والبيت الارضي اللي انا سكنت فيه كان فيه دكتور ساكن، فكرت لانه بده يطلع من بيته الدكتور، قلت بستأجره بسويه مشغل، لاني انا هاويه خياطه، هاويه بالخياطه، بدنا نعيش هون لبين ما ترجع بلادنا، بس حمرها ما هي راجعة مش راجعة بالمرة بلادنا. ما هو كل سنة بقولوا السنة الجاي، والسنة الجاي بقولوا اللي وراها، معنا خلاص يعني هوبليس كيس، ما يقوس منها نرجع. ف سكننا عمان وبدنا نرسلة، جربنا نشتغل، وأنا هاوية خياطة، بلشنا فش شهر فتحت المحل وصار إقبال قوي. منشية بيافا. بيافا. وإمتى تركت يافا؟ مش طبعا هجرونا. شو صار بالشجرة اليوم؟ لما الولد أبوه كنت لسه بنفس البيت. وإمتى تركتي؟ 48. 48. تتذكري الشهر؟ الشهر 48، ما هو 5 أو 6 ما بعرف. كنت ناوية تتركي؟ يعني احنا بدنا نعيش مع اليهود، ما بدنا. ليش؟ غصبا عنك كنا بالأول مناح مع اليهود. طب ليش ما ضليتوا؟ في كتير ناس ضلوا. طب كيف بدنا ناكل ونشرب؟ ما بدنا نقعد. شرينا ماكينات وجبت بنات شغلتهم عندي، انا افصلهم وهم يخيطوا، واجيب قماش، وتيجي الست عندي تنقي الشقفه وتنقي الموديل، وبروفا واحده بس اخذ قياسها تيجي تلاقي الفستان خالص، لانه ابو اسعد متقاعد عنده معاش تقاعد. ليش ما يقدر يشتغل هون؟ صار سنه منيح، وبعدين الشباب يا دوب يلاقوا في مطالب بالشغل، الشباب مش ملاقي شغل، هو الاختيار بده يلاقي شغل. فقلنا احنا بنتسلى وبنستفيد وبننمي هويتنا، ورضا من عند الله ومن عند الوالدين، الله وفقني كثير. فالشغل صار بتصوروش الواحد قديش كان اقبال، والكل كان مبسوط، والكل كان مرتاح للخياطه، والكل يجي ويوصي، ودخلنا فلوس اكثر ما كنا نتصور. نجحت لانها هوايه، لو انا بدي اشتغل وفيش هوايه ما بنجح. كل شيء اذا له ميل في الشيء يعني بنجح الانسان. نجحنا، وبعدين النجاح بده نظام. انا كنت مواعيدي منظمه، زبايني محترمين، اللي تعجبني اجدد معها، واللي ما تعجبني كنت هقولهم انا مشغوله بقدرش امرق لكم، لانه بحب يتعامل مع ناس منظمين يقدروا شغله. ليش اخذ اللي بتعبوه؟ بعدين الزبون المتعب بكرهك بمهنتك، بتصير تكره مهنتك. فانا بحب مهنتي، اللي متعبني واللي مزعلني واللي بيضايقني بلا منه. طب لانه في كتير عندي شغل. مستغربة اللي عم بيصير بالعالم العربي ما بعرف ايش في بالعالم العربي. لا بتقري جرايد انت؟ شو
بطلت أقرأ. حرب بسوريا وبعراق وكل هالقصص. بعرف. مستغربة من الحروب أنت؟ بطلت أطلع ولا أقرأ أخبار. ليش؟ بدي أضلني أزعل؟ بدي أضلني أزعل؟ بدي أضلني أزعل؟ خلاص. هلا صح بطلت أشوف حتى جريدة. والله؟ ما بتقري الجريدة بالصباح؟ لا بتطلع على عناوين. بس كل العناوين بتزعل. ولا لا؟ بتزعلي منهم؟ كلام فاضي بس. كلام فاضي. اللي أنا عم بحكي. استقبالات و... يلا سلم إيديك خلص. إيديكي. جينا على عمان سنة 72. كنا ساكنين في بيروت في الحمرة وقررنا إنه نستقر بعمان. استأجرنا البيت هذا سنة 72 لأنه طلعنا من القدس على بيروت. كان الأولاد كلهم في بيروت. قلنا بدل ما هم يعيشوا لحال وإحنا لحال نعيش كلنا مع بعض. وبانا بقيلها سنة انجبرنا نحطها بوردر في المدرسة ونيجي على عمان لأنه كنا نتغلب بلبنان من تجديد الإقامة كل 3 أشهر ويغلبونا أحسن ما يكون إنه أبو أسعد يشتغل. ممنوع يشتغل المعلوم. ليش؟ ممنوع. شو ممنوع؟ ممنوع هو رايح تسايح. هو أردني ما بحقلوش يشتغل. على كلين سكننا في بيروت وبعد بيروت قلنا قررنا نجي لعمان. كنتوا خايفين؟ زي ما صار بالكويت. طبعا كنا خايفين. من شو كنتوا؟ لأنه في كتير منهم اتدبحوا هدول اللي بقيوا. الاختيارية اللي بقوا كلهم فاتوا. سيبك من اللي قتلوا ال... كلهم. طبعا كنا نشوفهم. طول الليل والنهار يضربونا براسمات الألغام. يضربوا. أخذت بص معي عندي. ما كان عنده فكرة وين بده يروح. صدقوه. رحنا هيك هجرة. لوين؟ مصر. مصر. ليش مصر؟ ليش مصر؟ ليش أنت يعني رحتي على مصر ما فكرتي تروحي على لبنان أو على الأردن؟ طريقة. ما كان في طريق. لبنان بدك تروح بالباخرة. البواخر كانوا يجوا ياخذوا المسيحية بس ما ياخذوا المسلمين. لا الجاليات يجوا ياخذوا شو مو هدول. من مين مواطن. اللي بعتوا الباخرة؟ لا من بلادهم يبعتون البواخر. أي لأنه هن بياخذوا مواطنينهم. مواطنينهم وبس. بس. بالجملة المسيحية الشختورة. مش بقولونا من زمان شفتهم بيافة هيك. شختورة. فلوتر. فلوترز. قاعد على الحفة هيك وجريب المي. فأنت حسيتي وقتها انه في بس طريقة واحدة على مصر لإلكم. صح؟ بس ما دخلتوا مصر. أولاد عمه راحوا على مصر قال أنا بدي أروح مع أولاد عمي. بديت أتعلم الخياطة بعد زواجي لأن زوجي دخله كان مش كبير وبحب أعيش بمستوى كويس. فصرت لأشتري لبنتي البكر فستان حاضر أخذ مثلا بمبلغ لو أخذ قماش وأخيطه بقدر أسوي له 3 فساتين بنفس السعر من ما أخذ واحد بسعر. فصرت أفتو بالأول ما كنت أعرف كيف أخيط أو كيف أقص. أفتق الفستان الحاضر لأنه صار قديم هقص عليه وصرت أكبر شوي شوي مع سن الولد ليكبر. بعدين الميران تمرين بيعلم ونغلط بتعلم من غلط الواحد. وبعد شوي كبروا الأولاد كبرت خياطي معهم بعدين صرت أخيط إلي بعدين صرت أخيط لأمي للعيلة كلها صرت أخيط كهدايا من شأن أمرن موهبتي ونجحت بكل الأعمار يعني. دخلتوا على مصر؟ لا دخلونا